أهلا بيكم. من كام يوم كنت بتفرج على ويب سايتس بتبيع الفروت باسكتس، صراحة استفزتني الأسعار فقررت أعملها بنفسي، ودي كانت النتيجة. تيجوا نشوف أنا عملتها إزاي؟ يلا بينا. أنا استخدمت أناناس، كانتالوبة وشمام، كيوي، عنب، فراولة، كيل أو ورق كروم، عصيان باربيكيو خشب، كلينج فيلم، فوم للغرس، وقطعات أشكال. هغلف الفوم بالكلينج فيلم عشان أحافظ على الفاكهة نظيفة، وأحط الكيل لتزويد. هقطع الفاكهة كلها زي ما انتوا شايفين واغرزهم في العصيان الخشب، وبعدين ارصهم في الطبق بشكل منتظم. وبكده نكون خلصنا الفروت باسكت. لو عجبكم ياريت تعملوا لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تعملوا سبسكرايب دلوقتي. اكتبولي تعليقاتكم في الكومنتس، واستنوا مفاجأة الفكرة الجاية.